هناخد مثال على الابديت. اول حاجه في الابديت، لو انا حبيت سيبك من الديليت دي خلاص، انا هسميها مثلا ابديت ام، ماشي؟ عشان تقدر تعمل ابديت لازم الاولد امبلوي يبقى معايا، يعني البيانات القديمه، ومعايا النيو ايه؟ النيو امبلوي، عشان دي البيانات القديمه ودي الجديده. بحيث من خلال القديمه اعرف هو فين واحط الجديد مكانه. واحط الجديد ايه؟ الجديد مكانه، تمام؟ لازم يبقى معايا القديم والجديد. طيب ماشي. اذا انا محتاجه الاول، انا محتاج حاجه مهمه جدا خد بالكم منها، ان انا عايز اعرف هو كان فين عشان احافظ عليه. مثلا هم عندي 10 موظفين، فهو كان موظف رقم 7 مثلا، فانا عايز اعرف هو كان موظف رقم كام؟ 7 ليه؟ عشان انا فعليا بحذف البيانات القديمه بتاعته وارجع اضيفه في مكانه، البيانات الجديده احطها في مكانه بالظبط، فتبان اكنها تعديل، تبان كانها ايه؟ كانها تعديل. فهمتوها؟ تمام يا دكتور. تمام. فانا هعمل ايه؟ هقول له ان انا عايز اجيب الاندكس. قال لي ماشي، فقلت له روح على كونتنت دوت اندكس، هيقول لي اديني البيانات اللي انت عايز تسيرش عنها، القيمه الفاليو. قلت له ايه الاولد ام؟ هيدور عليه من الاولد ام، يقول لك اه ده مثلا رقم 7، رقم 3، رقم 2. فبناء عليه انا جبت الاندكس بتاعه، جبته هو في انه كان في انه حته بالظبط. فلما اجي اقول له كونت دوت ريموف الاولد ام، فكده هيحذف الايه؟ هو قال لي هو في رقم 7، خليه 7، قال لي هو طول خلاص هيحذفه. خليه 7 احذفه. تمام؟ حذف. طب بعد ما حذف قلت له بقى الجديد بقى حطه مكانه. الجديد حطه ايه؟ مكانه، يعني كونتنت دوت انسيرت. تمام؟ قالت انسيرت فين الاندكس؟ قلت له بالاندكس، احنا جبنا الاندكس قبل ما نحذف كوما. قال لي ابعت لي انت عايز تضيفه الفاليو او الاوبجكت. قلت له هو النيو انجليزي. يبقى في الاندكس ده عايز تضيف الجديد بقى. فالجديد بالنسبه لي بقى عباره عن ايه؟ البيانات المعدل، البيانات الايه؟ المعدل. بعد كده كان بيفتح الفايل الكتابه اللي هو ريبليس زي ما هي بالظبط، بياخد بقى الكونتنت الجديد اللي هو بعد ما حذفت الشخص ودخلت مكانه الجديد، اللي هي بعد عمليه التعديل زي الديليت بالظبط، مش فاهم شيء. بس هي الفكره اللعبه هنا بس، بدل ما احذف على طول لا، اخذت الاندكس بتاعه فين؟ حذفته ورجعت دخلت الثاني مكانه بالظبط، فبقى البيانات مظبوطه على الشكل الجديد. مفهومه ولا ايه؟ يا شباب ايوه يا دكتور، واضح واضح. دي سهله. اللعبه فين بقى؟ انك تمشي اللوجيك ده صح. احنا كنا بنقول فايند امبلوي ونقول له فايند الفايل، وبنجيب النتيجه بنقطع السبليت عشان نقطعها خلايا، يعني الرقم الموظف غير اسمه غير الجوب غير السالري، وبنعرضه. بتقول لا مش هنعرضه بقى المره دي، مش عايزين نعرضهم، احنا قبل ما نعرضهم احنا عايزين يعرضهم ويقدر يعدلهم، يعرضهم ويقدر ايه؟ يعني هو كان اسمه مثلا عبد الجابر مثلا، فيقول لا انا هسميه عبد القادر مثلا، فهعرضه القديم ويعدله او ما يعدلوش. يعني طبعا هضطر اقول له بريك مثلا، اديله رساله افهمه، اقول له كليك انتر، يعني دوس على زرار الانتر فينت. يعني لو انت هتدوس انتر كده خلاص، يعني اي بيانات جات لك كده عبد القادر صح، ودوست انتر خلاص، انا كده بالنسبه لي ايه؟ انت مظبوط. اور او رايت خلاص ذا نيو بادي، او اكتب القوه اللي انت عايزها بقى كده، هتدوس انتر كده تعدي او تكتب اللي انت عايزه.
رقم الموظف انت بالخيار. في ناس بتحب تعدل رقم الموظف، وناس تقول لك لا رقم الموظف ما يتعدلش. على حسب بقى اللوجيك الموجود عندك. هو في الغالب بنحاول نعتبر لكل بيان بنحاول نعمل له حاجه تكون مميزه ما تتحذفش، ما تعدلش اسف. دايما بنحاول نعمل الحركه دي عشان يبقى ماسكين اصله ايه؟ اصله ايه؟ وبالتالي انا همشي على نفس المنطق ده، فانا مش هعدل. حتى في الداتابيس هتلاقينا ماشيين بالاسلوب ده، وبالتالي انا مش هعدل الاي دي. ليك تعدل اسمه ماشي، كان مكتوب غلط تعدل وظيفته ماشي، اترقى ولا اتغيرت مرتبه اتعلى او توطى مش قضيتي، لكن الاي دي يفضل زي ما هو عشان ابقى عارف ان هو ده. فانا بالنسبه لي الامبلوي اي دي مش هيجاوب. ماشي؟ طيب تعالى بقى النيم. للنيم، النيم انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل فاليبل اسميه نيو نيم، الاسم الجديد مش برنت بقى، انا هقول له انبوت. ليه؟ لان انا هاخد من اليوزر الاسم الجديد، او هيدوس انتر لو هو مش عايز يضيف اسم جديد، لو عايز يخلي نفس القديم، لو هو عايز يخلي نفس الايه؟ نفس القديم. فانا هقول له امبلوي نيم وافتح كده كوس كده. تمام؟ مفيش بقى كوما هنا، في بلس كده والسيل رقم واحد وجنبيها انا هقفل الكوس كده. طبعا دي بقت مسج عاديه جدا، بقول له امبلوي نيم كذا. لو دس انتر معناها فاضي، يبقى النيو نيم هيجي لي فاضي، فافهم انه عايز يخلي الاسم القديم. طب لو كتب حاجه خلاص هاخد الحاجه اللي كتبها، تمام؟ هاخد الحاجه اللي كتبها انا مالي، صح؟ معايا في الحته دي يا شباب؟ بالراحه كده يا دكتور بعد اذنك، الحته دي السطر ده بس بعدين. السطر بيعمل ايه؟ ولا حاجه، بيقول لو سمحت دخل اسم الموظف وخلاص. لسه اللي انا بقوله بقى اللي انا هعمله، اللي انا عايز اعمله اللي هو ايه؟ هنا انا بقول له خلاص الامبلوي نيم وبطلع اسمه، صح ولا ايه؟ بطلع اسمه، بقول الامبلوي نيم اسمه عبد القادر. فبقى عند المستخدم دلوقتي حاجتين يعملهم. طب ليه زائد الاثنين دي يا دكتور؟ نعم؟ ونكات دي مع ايه؟ يعني ليه اثنين زائد هنا؟ هنا دي كلها ثابته صح؟ تمام. يعني انا هتطبع كده. اه. جنبيها دي كونكاتا، يعني يدمجها مع ليه؟ هيجيب السن رقم واحد، السن رقم واحد مثلا وليكن مكتوب فيها مثلا علي. ماشي؟ وبعدين يدمج لي فيهم الحته دي. اه تمام. تبقى عامله كده. حلو كده؟ جديدة دي. ماشي. أنا دلوقتي يكتب مثلا اسمه قول علي محمد ودوس انتر، أنا عدلت اسمه. ده أول احتمال. صح؟ يا إما هدوس انتر كده يعني يسيبه علي زي ما هو. تبقى عندي احتمالين. يا اليوزر يقول لك اه علي بياناته مظبوطه طخ انتر وخلاص مش هيعدلها، يا اما هيكتب كلمه علي محمد هيعدل البيانات، صح كده؟ رد عليا. تمام يا دكتور. صح صح يا دكتور صح. هو انا علينا اقول له ايه؟ اقول له اف ان النيو نيم لو كان بيساوي فاضي يعني سيب الكود. تمام؟ في الحالة دي معناها إن النيو نيم هو الأولد نيم. صح ولا إيه؟ أنا ما عدلش حاجة. أصبح النيو نيم هو الأولد إيه؟ هو الأولد نيم، يعني هو نفس البيانات اللي كانت موجودة في سيل 1 هي هي. الآخر سيل هي البيانات هي، ما غيرش حاجة الراجل. إمتى؟ لو كان فاضي. صح؟ غير كده خلاص. خلاص يبقى هو اللي كتبه الانبوت اللي كتبه اتحط جوه النيو نيم. ما كتبش خلاص هاخد البيانات القديمه. وبنفس الاسلوب ده الاول قبل ما اقول بنفس الاسلوب ده اتفهمت دي ولا؟ اتفهمت دي ولا ايه؟ اه
وانا فهمتها يا دكتور، وهنعمل نفس الباقي يعني نفس الكود للاثنين اللي تحتيه، نفس الجوب نفس السلب. يعني لو انا عملت جوب كده اهي، اقول له نيو جوب، واقول له انا جوب، بس اخد السيل اللي بعدها اقسم الاثنين صح، واقول له لو كان النيو جوب فاضيه